اليوم ده كان حاجة غير عادية، بس أنا كان عندي ساعتها إحساس إن إحنا هنعمل حاجة. إيه هي؟ معرفش. اتحركنا قبل منها بيوم، طلعنا من كيلو 60 من مطار القطامية على السويس وماشيين، عربية منورة وخمس ست عربيات وراها مش منورين. المهم وصلنا السويس الفجر، خندقنا في وسط العمارات، وكان معانا القوارب بتاعتنا. ساعة واحدة كده رحنا عاملين إيه؟ ماتش كورة عشان التمويل لمين؟ العدو. لو وصلنا وكان هم قدامنا شايفيننا، يعني هم شايفيننا بس احنا في وسط المساكن متخندقين ومتدارين والقوارب نافخينها ومجهزين كل حاجة. أرسلنا ساعة الصفر، بس مش عارف إمتى ساعة الصفر دي. حكينا تعليمات انزل المية انزل المية. الطيران ضرب عند الساعة 2، 2 وربع رجع، المدفعية اشتغلت، فضلنا نترشح بالمدفعية. هم مش احنا بتوع المدفعية، احنا صاعقة أسلحة خفيفة، بس احنا ما نزلناش في الساعة 2 بالظبط، نزلنا الساعة 5 المية. كان مشاهدنا ان انا بتمنى اللحظة ديت من سنين، لما كنت عاوز اخد بطاري من اليهود. قوم عبرنا طلعنا الساتر الترابي، فكان في الموقع متلغم الغام، لان كان اقوى نقطه عندنا خط بطريق كله، في 40 من عندنا وانا في الامر في الميه انضربوا دولت، راحوا باللي فيهم زمايلي كلهم. في وصلات اسمها تربيد البنجلور، عباره عن وصلات مواسير كده، بنوصل واحده في الثانيه، في اخر واحده نحط الفتيل بتاع اللغم او التبرير يفتح لي مسافه امشي فيها عشان اعبر انا وزمايلي على خط واحد عشان الغام ما تجيش ناحيتنا. طلعنا على الستر الترابي، سبحان الله، في واحد قدامي كنا مسمين الوحش اسمه شكري مجلع من الصعيد، لقيته هو راح نايم. قلت له يا شكري انت نمت ولا ايه؟ ما تعدي يا عم، يلا خلينا نعدي. لقيته هو اللي بيرد، الطلقه داخله من دماغه اللي فوق، وانا طلعت منين؟ قلت له سحبه مديني اللي ورايا ونزلت. كان معايا جزء سلك، رحت المبنى يا جماعه زمايلي احترسهم فيه الرشاش مصمم على ايه؟ على حافه الصدر تروح بيضرب اي حد هيطلع هيضربه. كل زمايلي خدوا حذرهم. هنعمل ايه؟ هتعمل ايه يا سعيد؟ فضلت اسحب لحد ما وصلت فين؟ الراجل اللي هو حاطط الرشاش ده، لان هو اي حد هيعدي على الستر التراب ده هيصيبه. رحت طلع القنبله الثانيه، كان معايا ثلاث قنابل. القنبله الثانيه رحت رميها فين؟ في المسغل اللي فيه البني ادم ده. سمعت صويت الراجل اللي في الرشمه، خلاص انتهى. وحشرناهم من يوم 6 اكتوبر لحد يوم 13 عرفين الرايه البيضاء. انا قعدت 6 شهور محدش عارف عني حاجه خالص، لان انا اتحاصرت في بورتوفيق، قعدت من شهر 10 لحد شهر 4 سنه 74 قافلين على السكه. كان في المباحثات بتاعت كيلو 101، وعملنا بطولات كتير واحنا في الحصار ده، وانا عشان نعيش ناكل ازاي ونشرب ازاي، نتعايش مع الطبيعه. وبعدين جت لي تعليمات تثبت في مكانك ما تتحركش منه الا بتعليمات، عشان في بوادر كده ان في ايه هجوم علينا يوم 22 عشان مش هنسى اليوم ده في حياتي. لقينا الطيران بيضرب، المدفعيه بتضرب في كل حته، حتى هم بيتقسموا عشان يهجموا. يوم هم عدوا من الاسماعيليه على السويس وعايزين يخشوا من بورت توفيق. لو دخلوا بورت توفيق من الطريق، مفيش غير الطريق ده اللي دخلهم بورت توفيق. كنا 6 افراد. فجي معايا واحد اسمه مجد طلبة صارت الله يرحمه ويحسن اليه، قال لي بص يا سعيد احنا مش هنخش، لو دخلوا هنا يخشوا على مؤسسه. وان شاء الله مش هيخش، لو خشهم يخشوا على يدوس علينا احنا ميتين. عملنا كمين للاخوات دي وسبناها له ايه داخل الدبابه ومدرعه، سبناهم يخشوا ورحنا ضاربين ايه الدبابه والمدرعه. كان معايا واحد من هنا من اسكندريه اسمه حسن الله يرحمه، فانا معايا لغامين وهو معايا لغامين. قلت له رص اللغامين دول حسن، روح انت يا صدر رص اللغامين من الناحيه الثانيه، انا روح انت من هنا. سبحان الله، كان هو بيفديني بيه، روح انت جنب الثاني. رحت جاي لهم اللغامين وساكت، فاحنا اذا وصلت الطريق الثاني لقيت اللغامين انفجروا فيه، حطيت اللغامين بتوعي ورجعت سحب وتربص واستخبيت فين؟ استخبيت التراب. استنى بقى لما دبابتي اول دبابه تعدي، راح الدبابه اللغم بتاعي راح ضارب فيها.
ضربنا الدبابه والرقرق كل القوات اللي كانت جايه تدخل جوه. احنا راجعين تاني فين؟ على السويس، طلع على جبل عتاق. اليوم ده انا شفت جولدا ماير موته ديان من نظاره الميدان فين؟ فوق جبل عتاق. اليوم طلعوا استخبوا فوق في جبل عتاق وراحوا حته اسمها مساكن المثلث، راحوا متمركزين فيها وايه؟ وقعدوا فيها. انما ما نزلت بعد 73 بقيت البس الابرون وامشي في وسط الشارع كده اوري الناس ان انا ان انا ان من ضمن ابطال قوات الصاعقه. فخور بمشاركتي في الحرب، كنت اتمنى اكون شهيد واموت وانا مستريح عشان اخذت بطير بطير زمايلي. والله بعيط من كثر الفرحه، والله قلبي كده بيبقى فرحان لما بحكي الحكايات ديت، لدرجه ان انا عاوز يعني افتكر كل حاجه قدامي زي شريط السينما كده، وحاجات بعد ساعات وارجع افتكرها تاني اقول لهم حصل كذا ويوم كذا. والله ولا انا ولا زمايلي نستاهل شهاده ولا كلام من ده، بس الحمد لله ان احنا قدرنا نحرر ارضنا ونرجع ارضنا تاني بفضل ربنا وابطال زمايلي الشهداء والابطال اللي كانوا معايا. عاهدت الله وعاهدتكم على ان جيلنا لن يسلم اعلامه إلى جيل سوف يجيء بعده منكسة أو ذليلا، وإنما سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة في التواريخ.